بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نتواصل مع حضراتكم مع تواصل هذه التحديات والانطلاقات، انطلاقة شوطنا التاسع مشاهدينا متابعينا الكرام، هو الخاص بفتح الابكار الثنايا المحليات الاصايل ومسافة الستة كيلو مترات الحاضرة معنا في صباح هذا اليوم هنا في عاصمة ميادين السباق في ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نسير مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول والتحديات الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام، مع المركز الأول هملولة سعيد بن مهنا بن قرامش المحرمي من يقدم لنا انطلاقة هملولة على المركز الأول، بينما المركز الثاني شعار إنجاز خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي من يتقدم هنا على المركز الثاني. المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام هنالك الوصول والانطلاق والتسلل من الجانب الأيمن، أحضرت بنت المطر سالم بن خلفان بن حمد الحافري من يصل على المركز الأول ليستلم القيادة والريادة. المركز الرابع الوصول هنالك مع موية محمد بن سالم بن راشد الهاشمي، والمركز الخامس وصلت مجنونة الشريجي بن محمد بن معدن الاكتبي بن معدن، هو القادم في هذه اللحظات يعلن عن تحدياته وعن انطلاقاته المميزة. المركز السادس مشاهدينا ومتابعينا الكرام الوثبة صالح بن محمد بن علي الشامسي، هو القادم في هذه اللحظات أيضا. الوصول والانطلاق مشاهدينا متابعينا الكرام قدم لنا انطلاقة ثروة القادمة في هذه اللحظات، الهبيبة محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي من يقدم لنا انطلاقة الهبيبة القادمة على مستوى المركز السابع. ثامن التحديات والانطلاقات عنيدة سالم بن مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري، والمركز الثامن دمعة مطر بن صوايح بن مطر الخيالي، بينما المركز التاسع القادمة سرابة إبراهيم بن سالم بن راشد المنصوري، والمركز العاشر نختم بها النداء تمح الله دروبك لمالك أحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي من يقدم لنا انطلاقة سمحة. هكذا هي النتيجة للعشرة المراكز الأولى في ندائنا الأول لهذه الأسماء ولهذه الشعارات المميزة، العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول وإلى التحديات الأولى. بنت المطر سالم بن خلفان بن حمد الحافر من يتقدم الآن على المركز الأول، تحمل الرقم واحد بنت المطر، تحتل المركز الأول مع انتصافنا لمسافة الستة كيلومترات. ثلاثة كيلومترات انقضت وتبقى مثلها ثلاثة كيلومترات، والقيادة مع شعار الحافري على المركز الأول. المركز الثاني هملولة سعيد بن مهنا بن قرامش المحرمي من يقدم لنا انطلاقة هملولة القادمة على ثاني التحديات والانطلاقات، بينما المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام الوصول والانطلاق مع شعار بن رشيد من يقدم لنا إنجاز، خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي من يقدم لنا انطلاقة إنجاز بهذا الأداء المميز. يا سلام أيضا القادمة والمنطلقة الوثبة فالح بن محمد بن علي الشامسي من يقدم لنا انطلاقة الوثبة، والقادمة ثروة محمد بن راشد بن حضيرم الاكتبي بدأ يتقدم الآن على مستوى المركز الخامس
السادس التحديات، الوصول مع دمعة مطر بن صوايح بن مطر الخيالي من يقدم لنا انطلاقة دمعة القادمة بهذا الأداء المميز، وهنالك الشهامة سعيد بن حمد بن سلطان المنصوري من يقدم لنا انطلاقة الشهامة، القدوم والانطلاق مع الهبيبة محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي من يقدم لنا الهبيبة وانطلاقتها المميزة أيضا حلوة القادمة، سعيد بن صالح بن سعيد العامري من وصل وتقدم في هذه اللحظات، ولكن العودة للمقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول وإلى التحديات الأولى مع بنت المطر. سالم بن خلفان بن حمد الحافري من يقدم لنا بنت المطر على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني إنجاز هي القادمة، خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي من يقدم لنا إنجاز، إنجاز من تحضر على المركز الثاني بهذا الأداء المميز، والمركز الثالث الوصول هنالك والانطلاق مع الوثبة، فالح بن محمد بن علي الشامسي من يقدم لنا الوثبة، وعلى أرضية ميدان الوثبة أيضا القدوم على المركز الرابع سمحة القادمة، ولكن دمعة مطر بن صوايح بن مطر الخيالي هو القادم في هذه اللحظات على المركز الرابع، العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول، دمعة لسيد مطر بن صوايح بن مطر الخيالي من يقدم لنا دمعة على أول التحديات وأول الانطلاقات، تنطلق بهذا الأداء المميز دمعة، المركز الثاني بنت المطر، سالم بن خلفان بن حمد الحافري من يقدم لنا بنت المطر من تحتل المركز الثاني، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، كيلو التحديات وكيلو الانطلاقات المميزة، المركز الثالث الوثبة، فالح بن محمد بن علي الشامسي من يقدم لنا الوثبة القادمة على المركز الثالث، المركز الرابع سمح السيد أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي، وأيضا القدوم والانطلاق مشاهدينا متابعينا الكرام، وصلت الشهامة سعيد بن حمد بن سلطان المنصوري، بدأ يتسلل شعار المنصوري، ولكن الصدارة والمقدمة دمعة وعصاته في البطان، دمعة المركز الأول مع جولة التحديات الخمسمائة متر الأخيرة والخطيرة، يا مالك دمعة مطر بن صوايح بن مطر الخيالي، يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه الانطلاقة الكبيرة والمثيرة، تنطلق دمعة مطر بن صوايح بن مطر الخيالي من يقدم لنا دمعة، دمعة دمعة على المركز الأول، دمعة مع الفوز والانتصار، سلامي عليك يا بن صوايح، مطر بن صوايح بن مطر الخيالي بطل هذا الشوط، تهانينا تهانينا وناموس، لحظات وصول دمعة إلى خط النهاية لسيد مطر بن صوايح بن مطر الخيالي، تهانينا وناموس، المركز الثاني وصلت بشعار محمد بن علي بن حماد الشامسي، والمركز الثالث الشهامة سعيد بن حمد بن سلطان المنصور، والمركز الرابع وصلت بنت المطر سالم بن خلفان بن حمد الحافري، والمركز الخامس وصلت سمحة أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي، تهانينا والناموس، نعود بالتوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا والناموس لمالك دمعة مطر بن صوايح بن مطر الخيالي، والتوقيت الزمني من مسافة 6 كيلو مترات 9 دقائق 23 ثانية 5 أجزاء من الثاني، تهاني ناموس المركز الثاني، كان الحضور مع الشامخة بشعار محمد بن علي بن محمد الحماد الشامسي، والتوقيت 9 دقائق مشاهدينا متابعينا الكرام لصاحبة المركز الثاني، 9 دقائق 25 ثانية 5 أجزاء من الثانية، المركز الثالث كان الوصول مع انطلاقة الشهامة سعيد بن حمد بن سلطان المنصوري، 9 دقائق 26 ثانية وجزئين من الثاني، تهانينا والناموس.